اهلا وسهلا بيكم على موقع صدى البلد، معاكم نهى الجندي المحاميه. النهارده دعوه النهارده مختلفه عن اي دعوه بننقلها لكم او نستردها لكم من محكمه الاسره. دعوه النهارده دعوه خلع لان جوزها عايز يتحول من ذكر الى انثى، زي ما انتوا سمعتوا كده الموضوع، من ذكر ايوه لانثى، وعايز يسمي نفسه مهتاب. القصة كلها على لسان موكلتي أو المدعية عندما أتت إلى المكتب وسردت القصة كاملة، وأنا كنت في حالة دهشة. ليه؟ لأن الموضوع غريب بالنسبة لي، دعوة زي دي إن جوزها متحول جنسيا، فالموضوع بالنسبة لي كان غريب، لأن الدعوة دي كانت أول مرة تعرض أمامي أو تعرض أمام القضاء أو إن يكون ده سبب كافي لدعوى الخلع. هي ممكن كانت ترفع طلاق للضرر، بس للأسف هي حبت يكون الموضوع في عجالة وهي ما كانتش لا تطيق العيش معاه فطلبت الخلع. القصة كلها بدأت من 5 سنين إن هي شكت في سلوك جوزها وبدأت تشك فيه، في طريقة لبسه وطريقة كلامه، بطريقة إن صوته بدأ يتحول للصوت الناعم، وتاريه كان بياخد أدوية أنثوية بتتاخد، وكان بيسافر كتير لإحدى الدول الأوروبية لأن هذه الدول بالذات بتبقى مشهورة بعمليات التحويل الجنسي. وللأسف بالفعل قام بتحويل نفسه جنسيا من ذكر إلى أنثى. هي طبعا كانت في حالة يعني صدمة شديدة، لأن ده طبعا حرام شرعا، مش هنقول إن هو مثلا كان مخنث وحول نفسه، للأسف هو ذكر مكتمل الذكورة، بس للأسف يعني مش عارفين إيه الدافع النفسي اللي دفعه إن هو يتحول من ذكر إلى أنثى. هي طبعا رفضت ان هي تبقى معاه خلاص، يعني هو بقوا الاثنين زي بعض، يعني على كلامها هما الاثنين ما بقاش في فرق بينهم. قالت لي انا مخلفة منه بنت، انا خفت على بنتي وعلى خفت على مستقبلها، وكده كده هو اصلا مش هيبقى معايا، لانه الصدمه التانية بقول لها انا هتجوز وهشوف راجل يتجوزني، يعني ده صدمه تانية جات لها. طبعا تم الحكم ليها خلعا، لان معروف ان في فرق بين الطلاق والخلع، الخلع كده كده بيتحكم لها بس لازم تتنازل عن كافه حقوقها الخاصه بالزوجه وليس للطفله الصغيره. طبعا دي دعوه غريبة شوية، ولازم نأكد من خلال موقع صدى البلد ان هذه العمليات حرام شرعا بناء على فتوى احنا جبناها من دار الافتاء، وهو مرتكب لاسم كثير والله اعلم. بس ما اعرفش، يعني احنا هندعيله بالهداية، يعني هندعيله بالهداية وان ربنا يرده لصوابه.